ومعنا من الرياض الدكتور أنور عشقي، رئيس مركز الشرق الأوسط للدراسات السياسية والاستراتيجية. دكتور مساء الخير. مساء الخير. حياك الله دكتور أنور. يعني أود أن أعرف منك كيف يمكن أن يخرج مؤتمر الرياض بأفضل النتائج التي تحقق طموحات السوريين؟ أولا بسم الله الرحمن الرحيم. ما يعقد مؤتمر الرياض ما عقد مؤتمر الرياض إلا لينجح، لأن المؤتمر ده درس أيام طويلة، أجل عدة مرات، والمملكة العربية السعودية لا ترضى أن يعقد مؤتمر لديها إلا إذا كانت واثقة من أنه سيكون ناجحا. هذا المؤتمر طبعا سيعول عليه توحيد طبعا كلمة أو الخروج بوثيقة مشتركة للمرحلة الانتقالية بالنسبة لجميع طبعا الأعضاء الذين قدموا بغرض المعارضة المعتدلة. وهذا المؤتمر سوف يصفى في النهاية ويختار منهم 20 واحد. هؤلاء العشرين هم الذين يذهبون إلى طبعا فيينا وأيضا لمجلس الأمن، وهؤلاء سيكونون مع الحكومة السورية ويشكلون حكومة انتقالية، ومن ثم بعد الحكومة الانتقالية تبدأ عملية الدستور والانتخابات. خلال هذه الفترة يوقف إطلاق النار وتدخل المساعدات وإن شاء الله تحل المشكلة، وهناك في إرادة دولية لإنجاح الحل السلمي. نعم دكتور أنور، لكن ما كيفية تأثير نتائج هذا المؤتمر على المؤتمرات اللاحقة الخاصة بسوريا، يعني مثلا مؤتمر نيويورك المرتقب؟ هذا المؤتمر هو الأساس، توحيد الرؤى بالنسبة لجميع المعارضة، لأن المشكلة التي كانت طوال الفترة الماضية هي تفرق المعارضة حتى وصلت إلى درجة لم يعرف من المعتدل ومن هو طبعا الغير معتدل. والآن بعد جهد جهيد استطاعوا أن يختاروا أشخاص وليس فئات، وهؤلاء الأشخاص يمثلون طبعا المعارضة، وهؤلاء هم الذين يعول عليهم في توحيد الرؤى وأيضا الاتفاق على اختيار 20 منهم، وهؤلاء هم الذين سيبدأون بالمفاوضات مع النظام السوري. نعم الدكتور أنور عشقي، رئيس مركز الشرق الأوسط للدراسات، كنت معنا من الرياض، شكرا جزيلا لك.